الصبح لما الضيوف كانوا عم يستنوا ولا نور، نزلت بقميص النوم بدل ما تنزل وهي لابسة تياب تليق بهالمناسبة. للأسف عملت شي مو منيح. هي شايرة معها حق. عن جد كلياتنا انصدمنا وقت شفنا نور هيك. خلونا كلنا نشوف صورة لوح النتائج تبع اللعبة. كانت الفكرة الأساسية من وراء هي اللعبة إنه أتقارن بنور وتعطينا علامات، ولما اكتشفت الحقيقة عرفت إنها كانت كذب. هاي معنا لعبة، هاي مسابقة، رح نقارن بين نور وشايرة هلأ ونعطيهم علامات حسب الصفات اللي بيملكوها، ورح نشوف أي واحدة من زوجات أذان اللي رح تجيب نتيجة أعلى. ديل روبا، أنت كنت موجود؟ فيك تقول للكل شو صار؟ أذان هو اللي جاب لوح النتائج؟ أنا اللي جبته؟ طيب أمي جابته؟ لا، الملكة ما كانت هنيك وقتها. فهمينا شو بدك تسبتي من هذا الكلام؟ أنا ما خلصت، خليني كمل إذا سمحتي. سوريا أزجار ميرزا، شكراً ديل روبا. فهميني لوين ناوية توصلي؟ هي مانا قصة الحكا هون، القضية المهمة هي اللي عملوا أذان. عادي نور، لما كنتي عم تحكي كنا كلنا قاعدين وعم نسمعك، هلأ صار دورنا، لهيك ضلي ساكتة. مثل ما كلكم شايفين هلأ على الشاشة، النتائج اللي انعطت لإلنا انكتبت على اللوحة قبل ما يجي آذان. آذان بيعرف نور من هنن وصغار. ايه؟ بالمقابل هو ما بيعرفها لشايرة إلا من فترة قليلة. يعني نور بهي الحالة رح تأخذ النقطة. مين أحلى من التانية، ومين ستايلة أجمل وأرتب، ومين شخصيتها أقوى كمان، ومع مين آذان بيكون مبسوط أكتر، معي ولا معه؟ شو هالقرف هاد؟ وهلأ السؤال الأهم هو مين الشخص اللي جاب لوح النتائج؟ وفكرة مين كانت هاي اللعبة الرخيصة؟ لازم نعرف. ديل روبا ما بيقدر يقول اسمه لهذا الشخص لأنه ما عنده الشجاعة الكافية، أما أنا ببساطة بقدر. بس ما رح أحكي لأني بخاف كتير عسمعت هاي العيلة وصيتها بين الناس. بس إذا هالتصرفات الوسخة ما توقفت وانتهت كلياتها، رح أضطر إني أحكي اسم هالشخص. صار دوري بعد ما خلصت شايرة. برأيي بالإفادة اللي قدمتها ما حكت شي مفيد لنوقف عنده، واللي حكته مبالغ فيه. شايرة وآذان والملكة رازية لازم يتعاقبوا، صح؟ شكراً سوريا أزجار ميرزا. خلينا نحكي عن الزواج اللي ما في غير نور كانت مبسوطة فيه. الكل حس إنه هالزواج من الأساس كان غلط. نور يلا حكي لنا وخلي الكل يعرفوا الحقيقة، كيف وليش تزوجتي آذان؟ برأيي بلا ما تفتحي هاي القصص القديمة يا شايرة. هذا اللي سويتيه أنتي نور.
مشكلتك مع آذان ما قلتينا عليها، كان لازم تحكي لنا عنها بالبيت قبل ما حدا من برا يعرفها. أنا أو أمي مثلاً، بس لا، أنت فكرتي إنه أحسن لك إذا رحتي جبتي شؤون العيلة لهون. اللي قلتي أنتي إنك كنتي وحيدة بهالعرس، ما هيك؟ مشان هيك تفضلي أحكي بحضور الكل تحت أي ظروف تزوجتوا ومين هو اللي جمعكم. هذا الزواج صار بسببي أنا، لأنه حسب الشيء اللي قالته نور خسرت أمها بسببي وخسرت خطيبة فايز كمان. ومعتقدنا بيقول إذا سرقنا شيء من حدا لازم نرجع شيء لهالشخص، وللأسف أنا سرقت لها سعادتها لنور، وكان واجبي إني عوضها ورجع شوي من سعادتها، وسعادتها لنور بتكون مع زوجي آذان، وهو ما كان موافق على هالفكرة ورافضها تماماً، لهيك أقنعته يتزوجها أو بالأحرى أجبرته. آذان اشرح لنا كلنا عن عواقب هالقصة. مشان هيك أنا بالأول رفضت إنه تنعمل هي القصة كلها، والظروف بوقتها كانت أقوى مني، ونور للأسف بوقتها أصرت. أنا دخلت مرة تانية على حياة زوجي وجبرته إنه يتزوجها، لأنه هي كانت مصرة إنها بدها إياه، صح نور؟ فينا نجبر حدا يتزوج حدا ما بيرغب فيه، بس ما فينا نجبره يحبه. آذان بيوم العرس قال قدام الشيخ إنه هو فعلاً ما بيحبها لنور، ولا بعمره رح يقدر يحبها أو حتى رح يتقبلها. وهلأ أنتوا قلولي، لو أي حدا منكم كان بمكاني كنتوا رح تعملوا مثل ما عملت أنا؟ لا ما بظن، ما كنتوا رح تعملوها، بس أنا اضطريت إني أعملها مشان ما أضطر خالف معتقداتي ومبادئي. كان كل همي وتفكيري إني ابني عيلة لهالبنت اللي صارت يتيمة ووحيدة، اللي كانت أعز وأقرب رفيقة لزوجي، اللي من أول لحظة اعتبرتها أخت لإلي. ويلي كانت أمها تعتبرني مثل بنتها. بتوقع ما ضل شي عند شايرة لحتى تقوله. بس أنا عندي، السؤال موجه لكم كلكم، الشي اللي عملته شايرة مين منكم في ضحي هيك تضحية كبيرة؟ ووحدة مشان توفي بوعدها بتزوج زوجها يلي بتحبه لمرة تانية غيرها. جاوبوني، بتشوفوا أزواجكم مع مرة تانية قدام عينكم وانتو مجبورين عم تبعدوا يلي انتو بتحبوه بإيديكن، وبتضطروا تكتموا غضبه وتتحملوا كرهه كمان، وبتضلوا على طول تنكروا حبه وتضطروا تضلوا بعاد عنه. حدا منكن عنده الشجاعة يعمل كل اللي حكيته؟ احكوا، حدا في يعمل هيك؟ بس شايرة يلي فيها تعمل هيك مشان توفي بالوعد يلي قطعته لخالتي ياسمين قبل ما تموت. مرتي شايرة ضحت بحبها. نور حكت لكم عن كل الظروف والمشاكل يلي مرت فيها، وما قالت لكم قديش عذبت شايرة،
الإهانة اللي تحملتها شايرة والذل والضغط اللي هي عاشت فيه ما في إنسان على وش الأرض قادر يتحمله. كنت بتمنى لو كان عنا مصور سري هون بالبيت مشان يصور كل هديك اللحظات البشعة. وقتها بس كنتوا رح تتأكدوا ورح تعرفوا كيف نور خربت لنا حياتنا وقلبت لنا إياها لجحيم. ووقتها كمان كنتوا رح تعرفوا إنه يلي صار معها ولا شيء. وكمان رح تعرفوا إنه حالتنا أسوأ منا بكتير. سيد آزان، الطرفين حكوا أدلوا بإفاداتهم، نحن بحاجة وقت لنأخذ قرارنا. أمي، شو هاد؟ نحن أخذنا قرارنا. كيف فيكن تقرروا هيك؟ أنا ضد هالقرار. أنت الوحيدة هون اللي ضد هالقرار، الباقي كلهم موافقين عليه. طيب شو مشان موافقتي؟ حتى لو ما وافقتي عليه، قرارنا نهائي وما رح يتغير. بعد ما سمعنا إفادات الطرفين، نحن وصلنا لنتيجة نهائية إنه جلالة الملكة رازية أختار ميرزا وابن السيد آزان أختار ميرزا بريئين تماماً. الله ياخدني إذا عم كذب، أنتوا كأنكم خايفين من الملكة. نور، لازم توقفي هاي المهزلة اللي عم تعمليها، وإلا رح نتصرف تصرف ما كنتي بتتوقعي. عم تهدديني؟ نحن ما تعلمنا نهدد، منحكي الشغلة ومنعملها فورا. روحي واعتذري من الملكة، روحي هلأ نور. ماني موافقة على هالقرار. ايه بس أنا موافقة. خلص أنا بدي أسحب الشكوى، اكتشفت إني بالغت. كان لازم نناقش هالموضوع بالبيت، بس للأسف ما عرفت أتصرف. شفتوا مثل ما شفت؟ نور قلبها كتير طيب، رغم كل شي بشع وسيء صار معها، هلأ بدها تسحب الشكوى. كل الادعاءات اللي قالتها ضد الملكة وابنها قررت إنه تتراجع عنها وتسحبها. مع هيك نحن رح نضطر نحقق بالقصة. أول شي لازم نسأل الملكة رازية ليش نور تجرأت وأخذت هاي الخطوة الكبيرة وبعدين تراجعت. كل اللي صار كانت وراه وشجعتني عليه سوريا خانم. سوريا خانم هي اللي حرضتني، كل هاد مشان تزل للملكة رازية. شو عم تقولي انتي؟ لا تصدقوها كل شي عم تحكيه، كذب وافتراء. انتي مجنونة يعني؟ ما تحكي ولا كلمة ملكة رازية. انا اسفة، أنا عن جد آسفة،
عزان، بترجاك إنك تسامحني. أنا أسفة شايرة، بعتذر. أنت مجنونة، أنت أكيد فقدتي عقلك. يلي اتهمتيهم عم تعتذري لهم وهلا عم تتهميني، هي فقدت عقلها يا جماعة. هي ما عاد عرفت مين بدها تتهم، هاي خطتها وأنا ما دخلني فيها. خالتي، الله رح ياخدك إذا كنتي عم تكذبي. نوري، برأيي لا تحاولي تغيري الحقيقة، وإلا أنا رح كون كابوس لإلك. خالتي، شوفي موبايلك شكله رن، إجتك مسج. مو شايرة يلي عملت الحريق، لا أنا يلي عملته. إذا ما بدك حط هذا الفيديو على الشاشة الكبيرة وخلي الكل هون يشوفوه، بدي إياك توقفي هاي الدراما اللي عم تصير فوراً، لأنه أنا إذا وقعت وقتها الكل رح يوقعوا معي. سوريا خانو وعائلتها كلها كمان رح توقع معي. حبيبتي نور، ليش لا يكون عندي مانع؟ إذا بدك تسحبي هالشكوى معناتها القضية بتنتهي. فينا نعتبر القضية منتهية. القضية رح تنتهي عند هاي النقطة، بس مع هيك هلأ أخذنا قرار وبدي كل الموجودين يسمعوا. أنتي ما عدتي جزء من هاي المحكمة. الله ياخدني إذا عم كذب. أنا شو عملت؟ أنت حرضتي نور تشتكي على الملكة، ونحن منعرف إنه الملكة ما ممكن تعمل هيك وتفكر إنها تأذي حدا. هلأ كل شي صار واضح وعرفنا الحقيقة بعد ما اعترفت نور. نحن منعتذر كتير ملكة رازية، بعرف إنه ظلمناكي. نحن منطالبك تستلمي رئاسة المحكمة. قبل 12 سنة من هلأ وقت صرت جزء من هاي المحكمة، كان عندي هدف واحد بس، إني وقف الظلم اللي بيصير ضد المرأة وأحمي لها حقوقها. واليوم ما غيرت مبادئي أبدا، أنا دائما كنت فخورة بقوانين هاي المحكمة ومبادئها اللي بتشتغل على أساسها لتحل القضايا، لأني ما بتذكر أبدا إنه شي يوم انظلمت مرة هون بهاي المحكمة بكل فترة وجودي فيها. بس هذا اللي عم يصير اليوم ما عاد يسمح لي ابقى او اني ضل جزء من هالمحكمة ولا بأي شكل. معقول انا اللي خدمت هالمحكمة كل هالسنين بالاخير اتكافأ بهي الطريقة البشعة اللي فيها قلة احترام؟ وهي استقالتي صارت عندي. وإذا بدكن برأيي فيكن تعينوا سوريا خانم رئيسة جديدة لهي المحكمة. اليوم أثبتت لي إنها بتقدر تتولى هالمنصب وتتحمل هالمسؤولية الكبيرة. Thank you.
يا الله، كيف بدي أخلص من هالقصة؟ ابني هو اللي خرب حياتي وورطني، بس وعد إني ما رح أرحمها لبنتها الخدامة بسيطة. أمي بترجاكي اسمعي. أذان رجاءً، ما بدي أحكي مع حدا، اتركوني بحالي. يا أمي بترجاكي. أذان بترجاك. أنا هلأ تعبانة كتير يا ابني، أنتوا الثلاثة خربتوا حياتكم بإيدكم. بترجاك أنت ومرتك شايرة كمان زبطوا أموركم لحالكم وحلوها بعيد عني. أنا تعبت كتير، ما عاد دخلوني بهاي القصص لأنه ما عادت قدراني أتحمل هالشي. أمي